نقرب لكم هكا باش تشوفوا مليح. ندخلوا هكا كي قلت لكم الخيط دائما لتحت. بعد الخيط لفوق في نفس نعود نخرجوها نعود لكم هنا الخيط لتحت بعد الخيط لفوق ونعقد دركا ندخلو للبيبي تاعنا هكا. دركا هنا في البرودي كيما قلت لكم منديروش عقدي الخدمة تاعنا هكا هنا باش نروحو نقطعو الخيط تاعنا ندخلوها هكا ونجبد تقعد هكا مزيرة. نزيد تاني كنكمل إذا كان الخيط شوية طويل باش الخدمة تاعنا من تحت هنا مقية فوالا ونقطع دوكا راح نبداو نخدمو هاد الغرزة. بون نحكمو ليكوي كيما قلت لكم على الاول المرة تكون هاكا خشينة ما تكونش خشينة بزاف بصح تكون طويلة. نلصقوها هنا في الوسط تاع الورقة نجيبوها سوسوا هنا فوالا المسافة اللي تكون هنا كيما هنايا وهنا مع الاول واش قلت لكم الخيط يكون على ربعة باش نخدمو هاد الغرزة ولهنا راني ركبت الخيط هنا على زوج باش نخدمو هادي هنايا وانا شوف كيش ركبتو باش ما نديروش عقادي والخدمة تاعنا من تحت هنا مقية. بون نجيو لهنا ما نسيت ما قلت لكمش ليكوي تكون شي صغيرة ما تكونش هذيك تاع الشبيكة وتكون شي رقيقة. نشكوها هنايا فوالا ندخلوها هنايا باش ما نديروش عقدات فوالا دوكا واش ندير ندورها على ليكوي هكايا فوالا هكا كنجيبها هنا ما تكونش بعيدة بزاف فوالا دوكا نقعد ندي ونجيب كيما نخدمو في التعمار هاكا ندي ونجيب فوالا راني طلعت مسافة كيما طلعناها هنايا طلعوها هنايا نقعد ندي ونجيب. دوكا واش ندير